أعزائي المشاهدين، نقلنا لكم مباشرة لحظة وصول المتهمين. ها هما دخلوا كيف ما وعدناكم، غادي نلقاو لكم الحدث مباشرة في هذا اللايف. مباشرة كتشوفوا معنا الأجواء، شوفوا ردود الأفعال الناس اللي جاوا وشافوا يوسف الزروالي والمتهمين الطرفين الآخرين اللي معاه منين وصلوا المحكمة. خبطي وتتسالي وقرايهم في خاطر. خبطي وقرايهم في خاطر، أو ما عندي بيان. إذا كنشوفوا لحظة توصل أجال يوسف كذلك، أخت زالو كذلك. إذا اليوم هذه الله البداية، مازال غادي نشوفوا الحقائق، غادي نعرفوا التطورات، فكنا متشوقين نعرفوا شنو غادي يوقع اليوم. إذن مشاهدينا، حنا مازال كننقلوا لكم الأجواء. هانتوما كتشوفوا ردود افعال ديال الناس منين شافوه داخل. هانتوما كتشوفوا معنا مباشره مشاهدينا. Thank you.
شباب اخوتي غنعاودوا اللايف عدة مرات. إذن مشاهدينا حنا قناة ألوانكم، كيف ما كتشوفوا هي أول وحدة كانت حاضرة اليوم في المحكمة ونقلت لكم على المباشر لحظة وصول المتهمين والناس اللي تجمعوا والأجواء كذلك. فبارطاجيو هذا اللايف هذا وشاركوه باش يوصلكم آخر المستجدات. شو مقدم باسك صورها؟ إذا كيلتحقوا بنا كذلك. كيف ما كتشوفوا التحقوا بنا الصحفيين والإعلاميين اليوم. هو صدر هنا انا قلت راه كاينه شتا هنايا كوكا بحال هكا واحد المسيخي طانيطه في الصباح في الصباح يا رامي. اش نقول لك؟ عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك